بالنسبه بقى للسبيسيفيك جرافيتي بتاع السويل، فانا اول حاجه هنا بيكلمني على الحجم بتاع العينه، بيكلمني على الحجم بتاع العينه، فبيقول لي لو التربه اللي معاك مصنفه على انها، لو مصنفه على انها اللي هي بورل جريدد ساند، تمام، او سيلتي بورل جريدد ساند، سيلتي بورل جريدد ساند، او مصنفه على انها كلي سيلتي بورل جريد كلي بورل جريدد ساند، تمام، او مصنفه ان هي كلي سيلتي ساند، او مصنفه انها سيلتي كلي. فانت على اساس التدرج بتاع التربه اللي معاك هتبدا تشوف الوزن اللي انت هتاخده ايه. فلو التربه اللي معايا هي بورل جريدد ساند او فيها شويه سيلت كده، سيلتي بورل جريدد ساند، بورل جريدد ده يعني التربه فيها التدرج بتاعها محصور في حته معينه، يعني يا اما ان هو ناعم يا اما هو خشن قوي، مفيش فيه تدرجات كتير، يعني ممكن تلاقيه محجوز على منخولين او منخول واحد محجوز عليه اغلب النسبه بتاعته، فهو كده بورل جريدد، التدرج بتاعه فقير، ما هوش مر على احجام كتير، مش جايب مثلا مر المنخول اربعه واصل لحد ان فيه حاجات محجوزه على منخول 200، لا ده هو مر المنخول اربعه واتحجز مثلا على طول كله على منخول 10، فهو كده بورل جريدد ساند، رمل خشن ما فيش فيه تدرجات، تمام؟ او انه طبعا اللي هو الويل جريدد بقى الاقي شويه محجوزين على منخول 10 وشويه محجوزين على منخول رقم 40، شويه محجوزين على منخول رقم 50، شويه محجوزين على منخول 100، وشويه محجوزين على منخول رقم 200، فلاقي فيه ايه ان هو الكيرف بتاعه كده جاي ايه اس كيرف، الكيرف بتاعه واخد شكل الاس كده، عامل يعني ايه نازل كده شكل الاس، تمام. فهو هنا انا بشوف التربه بتاعتي هي ساند، هي التصنيف المكون الاساسي بتاعها ساند، فهاخد التربه يعني هي ساند بس داخل معاها الجزء اللي هو بتاعت الفاينز ده اللي هو السيلت وكده، فانا هشتغل عليها ان هي تربه، تمام، ان هي تربه ناعمه، او فهاخد 60 جرام بلس ماينس 10، يعني من 50 ل 70 جرام، طبعا ده في حاله البيكنوميتر اللي هو الساعه بتاعته 100 مللي. بعد كده لو هي سيلت كلي ساند او كلي بورلي جريدد ساند، المواد الناعمه دي ناشطه شويه واللدونه بتاع العينه عاليه، فالمخلط الرمل ده كلي ما هوش سيلت، فانا هاخد بقى ايه، هقلل الوزن شويه، هيبقى من 35 ل 55 جرام، ده وزن العينه لو انا هستخدم ال 250 مللي البيكنوميتر 250، وده لو هستخدم البيكنوميتر 500 مللي. فلو في العينه الاولى اللي هي اغلب المكونات بتاعها او المكون الرئيسي بتاعها رمل، لو العينه المكون الرئيسي رمل واللي مخلطها شويه سلت، شويه سلت نسبتهم مثلا يعني 15% او وصلوا 15%، فهيبقى لو انا هشتغل بيكنوميتر سعته 250 مللي يبقى هاخد من 50 ل 70 جرام، لو هشتغل في بيكنوميتر الساعه بتاعته 500 مللي، لو هشتغل في بيكنوميتر الساعه بتاعته 500 مللي يبقى هاخد من 90 ل 110 جرام. بالنسبه بقى للرمل اللي هو مخلط معاه طين، فبالتالي اللدونه بتاعته عاليه شويه، فهاخد مع البيكنوميتر اللي هو 250 مللي هاخد من 35 ل 55 جرام، ومع البيكنوميتر الكبير اللي هو 500 مللي هاخد من 65 ل 85 جرام. لو التربه بقى عباره عن سيلت او كلي خلاص بقى كلها مره منخل رقم 200، فهاخد من 5 من 30 ل 5 ل 40 جرام مع ال 250 مللي، وهاخد من 40 ل 60 جرام مع ال 500 مللي. يبقى احنا عرفنا ان هي كده قاعده في الشغل بتاعنا كله، كل ما حجم الحبيبات بتاع العينه بيكبر كل ما انا بزود وزن العينه، كل ما الحجم بيقل كل ما بقلل وزن العينه. طيب بعد كده بقى يا جماعه هعمل ايه؟ المفروض ان انا ببدا اشتغل يا اما ان انا اشتغل بميثود ايه؟ اللي هي هتكون العينه مويس، العينه مبلله او العينه رطبه، او هشتغل بميثود بي اللي هي هتكون العينه اوفن درايد سبيسيمين. فانا دلوقتي لو انا هشتغل بالعينه ان هي از ريسيفد زي ما انا استلمتها او زي ما جبتها من الموقع وهشتغل عليها، فانا لو هشتغل على العينه از ريسيفد زي ما هي جايه من الموقع او زي ما اتسلمت لي في المختبر، فانا هعمل ايه؟ هروح اخد جزء من العينه دي الاول اطلع له الووتر كونتنت، على اساسه، على اساس الووتر كونتنت هشوف انا محتاج وزن مثلا
50 جرام، وانا الووتر كونتنت بتاعي عباره عن 5%، فانا هاخد ال 50 جرام دول هيبقوا هحسبهم ازاي عشان اطلعهم 50 جرام في حاله ان التربه جافه؟ هقول 50 في 1.05، 1.05 يعني زي ما انا كنت بطلع الدراي دنستي بقسم على 1 زائد الووتر كونتنت، لا انا هضرب الوزن في 1 زائد الووتر كونتنت علشان ازود الوزن بمقدار نسبه الرطوبه اللي في العينه. فهي حوار يعني ملوش اي لازمه، تمام، ان انا اشتغل بميثود ايه والكلام ده، انا اروح على طول اشتغل بميثود بي، ان انا اعمل للعينه اوفن دراي، تمام، واخد بعد كده الوزن بتاعي اللي هو هيبقى 30 جرام 40 جرام 100 جرام على حسب التدرج بتاع العينه، هياخد الوزن بتاعي وعلى حسب حجم البيكنوميتر هبدا احدد الوزن اللي انا هشتغل عليه اللي انا هاخد عليه العينه وابدا ان انا اجففها. طيب الله يكرمك يا باشمهندس احمد. بعد كده هاجي جففت العينه، جففت العينه هنا بيقول لي في الطريقه دي ابدا على طول بعد ما تجفف العينه حطها في البيكنوميتر، تمام، وحدد واعمل بقى نفس الموضوع اللي احنا عملناه في الرمل، اعمل نفس الموضوع اللي احنا عملناه في الرمل، ان انا احط العينه في البيكنوميتر وابدا اعمل على طول موضوع الدييرنج وابدا اعمل معايره للميه ان هي تكون لحد الكاليبريشن مارك وابدا اسجل وزن البيكنوميتر بالعينه بالميه. بيقول لي بقى يعني معنى الكلام بتاعه ان انا لما اخلص الاختبار ابقى افرغ العينه في اناء بالميه بتاعتها واحطها تجف وبعد كده اطلع الوزن الدراي. هو بيعمل كده ليه؟ علشان انا لو افترضت ان انا مثلا ده الاناء اللي انا حاطط فيه العينه، ده صفاه حطيته على الميزان وصفرت الميزان ورحت حاطط العينه 50 جرام وهي جافه وسجلت 50 جرام وجيت حطيت الفانل اللي انا هنزل بيه العينه باستخدامه، فانل زجاج بيكون الرقبه بتاعته رفيعه بتدخل في العمق بتاع البيكنوميتر، تمام، فجبت الفانل ده ورحت جاي حاطه وسقطت العينه في الفانل عشان تنزل جوه البيكنوميتر. فايه اللي هيحصل؟ الفانل ده فيه مواد ناعمه طبعا هتلتصق بالجدران بتاعته وهحتاج ان انا انضفها وفي حاجات هتلتصق بالعنق مش هعرف انضفها، تمام، الا ان اغسل الفانل والاناء ممكن يعلق عليه اللي انا حاطط فيه العينه وبعد وانا بوزنها ممكن في مواد تعلق وانا واخد تقريبا 30 جرام او 50 جرام او 60 جرام، فانا لو فقدت جرام ففي حاله ان العينه مثلا 30 جرام او 50 جرام فبنتكلم في 2% من وزن العينه، تمام، لو فقدت نص جرام فبتكلم في 1% او ممكن يكون ازيد في حاله العينات اللي هيكون وزنها 30 جرام بتكلم في ازيد من 0.5% من وزن العينه فهتطلع لي قراءات خاطئه. فعلشان كده بقول لي لا انت خد الوزن بتاعك وبعد كده حط العينه في البيكنوميتر، تمام، وابدا اعمل حط الميه واعمل بييرنج واعمل معايره لحد الكاليبريشن مارك وبعد كده جفف البيكنوميتر من بره ووزنه وبعد كده اعمل ايه، فضي العينه من البيكنوميتر في اناء وحذر جدا انت تفقد اي حاجه وانت بتفضي العينه واغسل البيكنوميتر كويس من المواد اللي على الجدران بتاعته وتاكد ان انت رجعت العينه كامله للاناء ده وبعد كده حطها تجف وبعد كده بعد ما تجف خد اناء تاني حطه على الميزان وصفره وابدا اوزن لي بقى العينه. طبعا هنا في الاختبار ده انا المفروض استخدم ميزان الحساسيه بتاعته 0.01 جرام يعني 1 من 100 جرام، انا واخد عينه 30 جرام، لو عندي ميزان الدقه بتاعته 1 من 10 جرام فممكن الميزان ده يروح مطير لنص جرام او يطير ل 8 من 10 جرام او يديني نص جرام زياده، تمام، يبقى في نسبه خطا نسبه ايرور فطبعا هيعمل لي مشكله. لكن لما انا بتكلم على ميزان 1 من 100 جرام فيوم ما هيكون في خطا في الميزان ده هيكون 1 من 10 جرام مش هيزيد عن 1 من 10 او هيبقى 5 من 100 او 8 من 100 فحاجه مش هتكون مؤثره قوي، تمام. فانا ببدا بعمل ايه، بشتغل بالطريقه اللي هو قال عليها دي او بعمل حاجه ثانيه. انا طبعا لما جيت احط العينه في البيكنوميتر بقيت مقلق من ان في اجزاء تكون لازقه في الاناء وانا ما اخدهاش معايا او اجزاء تلزق في العنق بتاع الفانل وما اقدرش ان انا اخدها او كده، فاهمين اللي بيتكلم يا جماعه؟ فدي مشكله. فانا هتغلب عليها ازاي؟ بروح انا عامل ايه بقى يا جماعه؟ بروح جايب البيكنوميتر وهو فاضي واروح حاطه على الميزان واروح جاي مصفر الميزان، تمام؟
واروح جاي مفرغ العينه في قلب البيكنوميتر واسجل وزنها بعد ما دخلت البيكنوميتر. خلاص كده انا مش محتاجها بعد الاختبار، مش محتاج ان انا اقعد بقى ايه اعمل الفيلم ان انا ايه افضي واغسل البيكنوميتر واحط العينه تجف وبتاع، ما انا مجففها مره قبل كده وخدت الوزن بتاعها. خلاص انت مقلق من الشويه اللي هما هيبقوا في الطبق او هيبقوا في الفرشه او هيبقوا في العنق بتاع الفانل او بتاع. خلاص لو انت قابلتك مواد ما بتمتزجش في الميه وما بتدوبش هنا، فانت بتستخدم محاليل كيميائيه ريجنس. انت بتستخدم اول حاجه اللي هو الديستلد ووتر، ماء مقطر، والمفروض ممكن تستخدم بقى ايه ماده كيميائيه ان هي تعمل على تشتيت العينه عندك، زي الماده اللي بتستخدم في اختبار الهيدروميتر اللي هي الهيكسانيتا فوسفيت. فانت ممكن تستخدم ماده شكل كده تحط محلول معاها. هو انت المفروض تستخدم ديستلد ووتر، تمام، اول حاجه. بعد كده هتحط بقى ريجنس، هتحط يعني اللي هو مواد كيميائيه علشان تعمل على تشتيت التربه. طيب يبقى انا عملت ايه؟ بدل ما اقعد احط العينه وبعد كده ارجع افرغها تاني واغسل في البيكنوميتر واجفف، فانا خلاص رحت حاطط البيكنوميتر على الميزان ورحت جاي حاطط مصفر الميزان ورحت حاطط العينه وبعد كده سجلت الميزان للعينه اللي دخلت البيكنوميتر، تمام؟ طبعا بيقول لي انت عندك ده البيكنوميتر وهنا الكالبريشن مارك. المفروض تسقط الفانل، يكون العمق بتاع الفانل جوه العمق بتاع البيكنوميتر، العنق بتاع القمع ينزل تحت الكاليبريشن مارك علشان ما فيش اي تربه تلتصق على الجزء اللي فوق اللي هو فوق الكاليبريشن مارك. علشان اللي يلتصق تحت الكاليبريشن مارك بعد كده لما تحط الميه وتطلع لحد الكاليبريشن مارك، الميه دي هتاخد الجزء ده وهيبقى دخل جوه الميه واتوزن وهو في قلب الميه. طيب يبقى انا كده اما هحط العينه وهي جافه جوه البيكنوميتر واعمل دي ايرنج. اهو تعالوا نشوف الجزئيه دي مع بعض. انا دلوقتي عملت العينه مليتها دلوقتي، هو المفروض انا بعمل السلوري بقى، حطيت الميه يعني انا مليت دلوقتي البيكنوميتر، حطيت العينه ومليت البيكنوميتر لحد النص بتاعه او لحد التلتين البيكنوميتر كده، يعني لحد الرقبه بتاعته هنا كده، بدايه الرقبه او تحت هنا حاجه بسيطه. حطيت العينه ورحت حط عليها الميه لحد هنا كده، ورحت حاطط الاستوبر اللي هو الغطاء بتاع البيكنوميتر ده، وبدات ان انا ارد العينه علشان احصل على السلوري اللي هو السلوري يعني اللي هو المعجون او السائل او اللي هو بتاع التربه ده. فبعد كده بقى ببدا ان انا اكمل واعمل هاخد العينه بقى اكمل العينه الميه لحد الكاليبريشن مارك او تحت منها بحاجه بسيطه، وابدا احط الاناء ده جوه البلاست او احط البيكنوميتر ده جوه البلاست اللي هو اللي احنا شايفينه الاناء الوعاء الكبير ده، وموصله بماكينه اللي هي سحب الهواء ديت او ماكينه التفريغ. وببدا ان انا اشغلها على الضغط اللي هو المناسب بتاع العينه، وببدا ان انا اسحب لحد ما الاقي ان الهواء اللي جوه الاناء ده اتسحب. انا دلوقتي ده الاناء ده محطوطه عباره عن جزئين، بعد ما بشغل على طول والهواء بيتسحب باجي ارفع الجزء اللي فوق ده بلاقيه خلاص ما غير قابل ان هو يتحرك. طبعا بيكون في فلتر، في فلتر هنا بتاع ده اسمه جوان، اللي بنسميه جوان ده اللي هو شريحه بلاست رابر كده موجوده علشان تمنع الهواء ما بين الجزئين بتوع الجهاز ده، فبيكون محطوط، بتاكد ان هو محطوط. خلاص بيبدا يسحب الهواء ويفرغ الهواء اللي موجود جوه الاناء ده، وبعد كده يبدا يدخل يسحب الهواء اللي جوه البيكنوميتر واللي جوه الميه. ابدا الاحظ ان في اير بابلز عماله تطلع خلال عمود الميه ده لحد ما الموضوع مثلا يخش في ساعه او كده، خلاص لقيت الاير بابلز دي ما عادتش بتطلع كده، حصل ايه؟ خلصت فرغت العينه من الهواء تماما. ابدا اكمل بقى لحد الكاليبريشن مارك اللي هو الكام مللي اللي ناقصين دول، وابدا اجفف البيكنوميتر واوزنه. طيب علشان هو بيقول لي ثواني انا هجيب لكم البيكنوميتر بس عشان اشرح عليه. ده البيكنوميتر اللي هو سعه 500 مللي، وده البيكنوميتر اللي هو سعه 250 مللي. انا دلوقتي هو بيقول لي ايه؟ هنا دي الكاليبريشن مارك، هنا دي كده الكاليبريشن مارك. فدلوقتي هعتبر ان ده الفانل اللي انا القمع اللي انا هنزل بيه العينه، علشان ما فيش حاجه تلتصق على الجزء ده، فبيقول لي لما تيجي تحط الفانل
هتنزله كده اهو اهو لحد ما النهايه بتاعت العنق بتاع الفانل تكون اسفل الكاليبريشن مارك، علشان التربه تبدا تنزل منين؟ تنزل من تحت الكاليبريشن مارك، ما فيش حاجه تعلق فوقها، لان انا هملى المايه لحد هنا بس. فاللي هنا ده يعني ما اضطرش ان انا اقعد اغسله والمايه تعلى معايا عن الكاليبريشن مارك تطلع فوق. لا، يبقى انا اتجنب الموضوع ده، احط الفانل كده انزله تحت كده بحيث ان هو ايه؟ يتخطى الكاليبريشن مارك ومفيش حاجه تنزل عليه. طيب، هنا في الاي اس تي ام بيقول لي جفف العينه، خد الوزن بتاعك، بس الوزن ده ما تسجلوش، انت هتاخد العينه في حدود الوزن المطلوب بس مش هتسجل الوزن ده. هتعمل ايه؟ هتروح حاطط الفانل على البيكنوميتر على الميزان وحاطط العينه، تمام؟ هتحط الفانل، اسف، مش هتحطه على الميزان، انت هتحطه على طول الفانل البيكنوميتر معاك اهو، وتروح مفرغ فيه العينه وتبدا تضيف الميه لحد النص البيكنوميتر او تلتينه كده، وتروح حاطط الاستوبر وتبدا ان انت ايه؟ ترج العينه علشان تعمل الاستوري بتاعك، وبعد كده تبدا ايه؟ ان انت تعمل تكمل. هو طبعا الحته بتاعت الفانل دي، يعني بما ان انا هعمل الاستوري ده، هي حته يعني ايه، هم بيقعدوا الاس تي ام فوقت بتلاقيهم بيدققوا في حاجات وبيتكلموا في حاجات، يعني ما فيش حد هيلتزم بيها خالص، لان هي حاجات يعني بره المنطق شويه. بس هو طالما هو بيحط المواصفه علشان ما حدش يراجع معاه، او ما حدش يتكلم، او حد يعمل بحث او ما اعرفش ايه، عشان الحاجات دي بتتعمل عليها بحث وحد يجي ينتقدهم، فهو لا، بيحط لك كل حاجه. حتى هتلاقي الاجهزه مثلا اللي هي بتاعت المختبر زي جهاز الدايركت شير عندنا، تيجي تبص تلاقي مثلا الشركه المصنعه حاطط لك يعني كوشنز، وحاطط لك يعني وورنينج، وحاطط لك حاجات كتير جدا في المانوال بتاعه، اللي هو يعني بيحسسك ان انت بتشيل قنبله نوويه او بتتعامل مع قنبله نوويه. فهو بيأمن نفسه، هو بيحط الحاجات دي كلها بيأمن نفسه، وعلشان هو بيبقى بيحصل على شهادات وايزو وما اعرفش ايه، فهو الحاجات دي كلها بيبقى حاططها، علشان يعني الحاجات دي بتبقى متطلبات عنده، لازم علشان لازم يعملها علشان يحصل على الشهادات ديت، وعلشان التطبيق اللي بيجي يتعمل عليه. فانا هحط العينه وهحط الاستوبر وابدا ان انا اقلب كده واعمل الاستوري، تمام؟ عملت الاستوري، هبدا اجيب الميه بتاعتي واكمل لحد ما اوصل الكالبريشن مارك، يعني اكون يعني خلاص على الحدود بتاعتها، ان انا تقريبا وصلت لها. هبدا احط الكالبريشن مارك في الجهاز اللي احنا شايفينه على الشاشه في الاناء ده، واوصل الجهاز وابدا اعمل دي ايرين. طبعا كان في فراغات هوائيه جوه الميه وجوه العينه فاتسحبت، فالحجم بتاع الميه قل فنزلت شويه، فهكملها. وبعد كده اجفف البيكنوميتر واروح اوزن، يبقى معايا اول وزن اللي هو البيكنوميتر بلس سامبل بلس ووتر، تمام؟ بعد كده هعمل ايه؟ هاخد العينه افرغها، تمام، في الاناء، وبعد كده هروح ماسك البيكنوميتر بزجاجه الغسيل وابدا ان انا اغسل العنق بتاعه والجوانب، واعمل ميه وارد واتني معاه لحد ما اوصل ان البيكنوميتر يكون ما فيش عليه اي مواد عالقه على الجوانب بتاعته او على العنق بتاعه او من الخارج حتى. بعد كده هبدا احط العينه دي، اخدها بالاناء بتاعها اجففها، تمام؟ جفت العينه، هبدا ان انا اجيب اناء تاني احطه على الميزان، واصفر الميزان وافرغ العينه واسجل الوزن الدراي، بقى معايا وزن البيكنوميتر بلس سامبل بلس ووتر ووزن العينه دراي. هبدا بعد كده اخد البيكنوميتر ده، ممكن اكون انا معايره قبل كده وعامل له معايره وثبت عندي، وانا مرقمه مثلا على سبيل المثال اهو، تمام؟ وعارف المعايره بتاعته هي كام، الوزن اللي هو بيملاه 616.9 جرام، فخلاص انا مش محتاج اعايره تاني، انا كده معايره وعارفه. او ان انا مش معايره، فهبدا ان انا احط لحد الكالبريشن مارك واعمل دي ايرنج، او انا حاطط ميه مغليه معمول لها دي ايرنج واسيبه الميه ستها توصل لحد درجه حراره الغرفه، او مليت وعليت الميه عن الكالبريشن شويه وهي مغليه فبدات تبرد، فبدا الحجم بتاعها ينزل لحد ما وصل درجه حراره الغرفه، ابدا اظبط نفسي على الكالبريشن مارك واجفف واروح جاي مسجل وزن البيكنوميتر بالميه. بقى معايا تاني يا جماعه، بقى معايا ثلاث وزنات، وزن العينه البيكنوميتر بالعينه بالميه، وزن العينه وهي جافه، وزن البيكنوميتر بالميه، تمام؟ هنروح بقى بعد كده اهوت على الحسابات بتاعتنا. هنا طبعا اتكلمنا على الجزء اللي هو بتاع حجم العينه او وزنها بناء على التدرج بتاعها، وبناء على حجم البيكنوميتر اللي احنا هنشتغل عليه. هنيجي بقى هنا اهوت على الحسابات، نفس الكلام اللي احنا قلناه في الاختبار بتاع الرمل،
هنلاقي هنا ان السبيسيفيك جرافيتي هي اللي هي كالكوليت سبيسيفيك جرافيتي اوف سويل سوليدز بتساوي الجاما اس على الجاما ووتر، تمام؟ فهنا هو بيقول لي هو بتساوي بقى ايه؟ بتساوي الماس اوف سوليدز اهو ام اس على البيكنوميتر زائد الميه ناقص افتح قوس البيكنوميتر زائد الميه زائد السويل ناقص وزن السوليدز. ده كده المعادله. يبقى انا كده المعادله عندي بيقول لي ان السبيسيفيك جرافيتي هتساوي وزن السوليدز، هتساوي وزن السوليدز على وزن البيكنوميتر بالميه ناقص وزن البيكنوميتر زائد الميه زائد التربه ناقص وزن السوليدز، هتديك السبيسيفيك جرافيتي. انا طبعا عارف ان القانون صعب ومحدش فاهم حاجه، فانا عشان ابسط الموضوع ده هروح فين؟ هروح على السبيسيفيك جرافيتي هنا على الاختبار بتاعنا ده اهو، تمام؟ وهنبدا نشوف الحسابات دي مع بعض ازاي. ده الاكسل اللي معانا اهو يا جماعه، ده وزن التربه اللي هي الاوفن درايد، ده وزن العينه جافه، تمام؟ ده وزن العينه جافه، وده وزن البيكنوميتر وهو في الميه، وده وزن البيكنوميتر في الميه وفي التربه. دول كده الثلاث اوزان بتوعنا. هنا هو واخد معاه اللي هو الكثافه بتاعه الميه عند درجه حراره اللي هو عمل عندها الاختبار، تمام؟ اللي هو correction factor found by dividing the relative density of water at temperature 24 by the relative density of water at 20. فهو علشان المفروض ان هو يقيس عند 24، هو كان قايسها مثلا عند 20، فهو خد الكوريكشن فاكتور. طيب دلوقتي المعادله بتقول ايه؟ بتقول ان دي الكثافه او السبيسيفيك جرافيتي هتساوي وزن السوليدز مقسوم على وزن البيكنوميتر في الميه، تمام؟ وزن البيكنوميتر اهو في الميه ناقص وزن البيكنوميتر بالميه بالتربه ناقص وزن التربه. نقفل بقى القوسين اهو، تمام؟ طلعت 2.617. طبعا هنا هي طالعه 2.614 علشان هو ضارب السوليدز فوق ضاربها في كثافه الميه، فانا لو ضربت هنا في كثافه الميه هلاقيها نفس القيمه اهو 2.614. دي المعادله اللي موجوده في الاي اس تي ام، دي النتيجه بتاع المعادله اللي موجوده في الاي اس تي ام. سوليدز على بيكنوميتر بالميه ناقص بيكنوميتر بالميه بالتربه ناقص التربه ناقص السوليدز او ناقص الدراي. يبقى في الاي اس تي ام دراي على بيكنوميتر فيه ميه ناقص بيكنوميتر فيه ميه وسوليدز ناقص الدراي، هيديني السبيسيفيك جرافيتي. طيب في معادله ثانيه، في المعادله اللي موجوده معانا ده اللي هو بيقول لي ان هي هتبقى عباره عن الاي، يعني سيبنا بقى من موضوع الدي اللي هو الكثافه بتاعه الميه دي، احنا شفنا الفرق ايه؟ مش حاجه، ده حاجه، ده 3 بيغير مقدار 3 من 1000، 3 من 1000 في القيمه بتاعتنا. وانا اصلا لما باجي اطلع السبيسيفيك جرافيتي باخدها على 220، يعني انا المفروض اخدها كده، فخلاص يعني اللي هو 1000 ده مش ظاهر معايا اصلا. طيب فانا هعمل ايه؟ بيقول لي هنا علشان الموضوع يبقى سهل معايا والناس تكونوا انتم مستوعبين الموضوع، ودي المعادله دي انا بفضلها بصراحه، يعني اللي هي الاي وزن السوليدز على وزن السوليدز او وزن الدراي على وزن الدراي زائد البيكنوميتر وهو في الميه ناقص البيكنوميتر وهو في الميه والسوليدز. طيب علشان نستوعب الموضوع ده يا جماعه انا هعمل ايه؟ هنيجي كده اهو، ولا خلينا نرسم هنا افضل واحنا موجودين هنا كده. هاجي اعمل كده ان ده البيكنوميتر اهو مثلا على سبيل المثال، انا اسف يعني هو رسم مشوه شويه، والبيكنوميتر ده انا مليته لحد الكاليبريشن مارك هنا، تمام؟ بقى في ميه وفي هنا عينه تربه. الله اكبر الله اكبر، شكرا لا اله الا الله، شكرا لا اله الا الله. طيب عينه التربه ديت لها حجم يا جماعه، صح؟ ليها حجم. فانا دلوقتي ده زائد ده. طيب جيت انا رحت عامل ايه؟ رحت جايب البيكنوميتر كده تاني، ورحت جاي عامل ايه؟ حطيت الميه هنا لحد الكاليبريشن مارك، ورحت جاي حاطط ايه؟ عينه التربه دي ساقطها في قلب ايه؟ البيكنوميتر. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ازاحه بمقدار
بمقدار، هيحصل إزاحة للمية، هو إيه اللي حصل؟ طيب هيحصل إزاحة للمية بمقدار حجم التربة، يعني المية دي هلاقيها طلعت في العنق بتاع البيكنوميتر بقت هنا كده مثلا، بمقدار حجم التربة. طيب أنا حطيت التربة في الأساس، حطيت أنا عايز نركز عشان دي لو فهمتوها أنتوا مش محتاجين تحفظوا القانون. طيب أنا حطيت التربة في البيكنوميتر ووصلت لحد الكاليبريشن مارك بس، يعني هنا في الحالة دي الاثنين دول، الاثنين دول يا جماعة لما اجمعهم على بعض كده هم اكبر من ده بمقدار حجم التربة اللي انا شايله ده، يعني هي التربة موجودة هنا وانا مالي لحد هنا بس. فانا علشان كده لما باجي اقول ان انا هجمع في المقام، هجمع البيكنوميتر وهو في المية زائد التربة، وطرح منه البيكنوميتر ده هو وهو في البيكنوميتر والتربة والمية، فطبيعي ان الاثنين دول اكبر، وزنهم اكبر، اكبر ده قد ايه؟ بمقدار حجم التربة. وصلت كده ولا عيدها تاني بسرعة الله يكرمك، لو حد مش فاهمها يقول لي بس تاني. ما فيش صورة ازاي؟ طيب انا هعمل شير للسكرين اهو. اه يا جماعة بصوا، طيب هو كان في الصورة كانت واضحة يعني، ولا انا ما كنتش الصورة ما كانتش واضحة ولا ايه؟ عشان مهندس عبد الله بيقول ما فيش صوره، بيقول ما فيش حسابات، حد يطمني بس يا جماعه عشان يعني لو اوكي اكمل او انقل على اللي بعده يعني، عشان بس. طيب الدنيا تمام، الشرح واضح، اتفهمت؟ طيب ماشي. طيب الجزئيه دي واضحه يا جماعه، انا هعيدها تاني، انا هعيدها تاني، هعيدها تاني. انا دلوقتي معايا البيكنوميتر اهو تمام، وانا ماليه لحد هنا ميه خلاص، ومعايا العينه ده حجمها، ده حجم العينه، خلينا نعمل كده، ده حجم العينه. فانا دلوقتي معايا بيكنوميتر وعينه اهم ماشي، ومعايا نفس البيكنوميتر تمام، البيكنوميتر ده انا مليه ميه خلاص، انا مالي البيكنوميتر ميه، فمعايا الاثنين دول مع بعض اهم، ومعايا البيكنوميتر ده نفس البيكنوميتر في عينه بنفس الحجم، هو في نفس العينه بقى، ومعاه في ميه لحد هنا وفي ميه لحد هنا. فتخيل كده ان انا رحت ليه حاطط العينه دي في قلب البيكنوميتر ده وهو في ميه لحد الكاليبريشن مارك، ايه اللي هيحصل؟ الميه هتطلع في العنق ده وممكن تزيد وتخرج، فانا هروح شايل الميه الزياده، هروح شايلها لحد هنا تمام. طيب هو انا لو عملت الكلام ده في البيكنوميتر ده هو كمان هيحصل نفس الكلام؟ اه هيحصل نفس الكلام، لكن انا ما عملتش ده، ده انا سبت العينه بره بالحجم بتاعها وسبت الميه هنا، فالاثنين دول مع بعض اكبر من ده بمقدار حجم العينه اللي انا لو حطيته في البيكنوميتر هنا هيعمل لي ازاحه للميه زياده تمام، فالاثنين دول كده اكبر من ده بمقدار حجم العينه خلاص. طيب انا هعملها تاني، هرسمها انا اهو عشان انا حاسس الرسم اوضح. انا معايا ده بيكنوميتر اهو يا جماعه تمام، وانا ماليه ميه لحد اهو، ومعايا العينه بالحجم بتاعها اهو خلاص، الاثنين دول مع بعض كده، فده مثلا بيساوي 500 جرام على سبيل المثال، ودي بتساوي 100 جرام، وعندي هنا البيكنوميتر ده في الميه لحد اهو، ووزنه هو كمان 500 جرام، انا اسف، في الميه، في الميه وفي العينه، العينه اهي تمام، ووزنه مثلا 500 ونقول مثلا 20 جرام، 520 جرام، فهو ده لوحده اكبر من ده، بس ده مع ده الاثنين دول مع بعض بيدوا 600، فالفرق ما بينهم لما انا اطرح ده منهم، لما اجمع دول الاثنين مع بعض كده واطرح ده منهم، ال 80 جرام هم عباره عن حجم العينه، ال 80 جرام ان انا لو رحت جبت العينه دي ورحت ساقطها هنا هتعمل لي ازاحه للميه بمقدار حجمها اللي هو هيبقى 80 جرام. وصلت كده؟ طيب تمام، وصلت يا باشمهندس عبد الله؟ ها كده افضل؟ كده اوضح؟ كده في حد فيكم محتاج ان هو يحفظ القانون؟ انا دلوقتي بقول انا عايز اجيب السبيسيفيك جرافيتي للتربه، انا معايا وزن الجاف هقسمه على وزن البيكنوميتر زائد التربه جافه، دول هيبقوا اكبر من وزن البيكنوميتر وهو في التربه وفي الميه، فهقسمه على وزن البيكنوميتر بالميه زائد العينه، وهطرح منهم وزن البيكنوميتر هو في الميه وفي العينه، يبقى انا كده جبت تحت الحجم، قسمت السوليدز او قسمت الوزن الدراي على الحجم
خلاص اداني السبيسيفيك جرافيتي. طيب يبقى احنا كده خلصنا السبيسيفيك جرافيتي اجريجيت، خلصنا السبيسيفيك جرافيتي للفاين اجريجيت، خلصنا السبيسيفيك جرافيتي للسويل. نقدر نطلع نشتغل لو انا هعمل تصميم للخلطه الاسفلتيه او هعمل تصميم للخلطه الخرسانيه، الحاجه اللي هتدخل معايا في التصميم اقدر ان انا اطلع لها السبيسيفيك جرافيتي علشان بعد كده اطلع الحجم بتاعها. طيب انا دلوقتي لو انا عندي سن عباره عن مقاسين اتنين، وانا مطلع لكل مقاس لوحده مطلع له سبيسيفيك جرافيتي، وعايز اطلع سبيسيفيك جرافيتي للمجموعه، عايز اطلع سبيسيفيك جرافيتي للتوتال للكل. يعني انا دلوقتي معايا سن واحد ونص بوصه، ومعايا سن ثلاث ارباع، ومعايا سن 3 على 8، فجبت ده سبيسيفيك جرافيتي لوحده، وجبت ده سبيسيفيك جرافيتي لوحده، وجبت ده سبيسيفيك جرافيتي لوحده. فعايز اعرف انا هخلط بنسب معينه، حددت النسب اللي انا هخلطها اللي انا هخلط بيها، فمحتاج احدد السبيسيفيك جرافيتي للخليط ده، اعمل ايه؟ قال لي المعادله بتاعتك بتساوي اهو، نجيبها هنا كده من السبيسيفيك جرافيتي بتاع الاجريجيت اهو يا جماعه، شار معاكم بس ال تمام، تسلم يا باشمهندس، مش مهندس عبد الله الله يعطيك العافيه. هعمل ايه؟ هقول السبيسيفيك جرافيتي اللي هي الافرج بقى، اللي هو للتوتال للكل، بتساوي واحد على نسبه المكون على 100 في السبيسيفيك جرافيتي بتاعته، زائد المكون الثاني نسبته على 100 في السبيسيفيك جرافيتي بتاعته، زائد المكون الثالث نسبته على 100 في السبيسيفيك جرافيتي بتاعته. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني تعالوا كده نروح على الاكسل ونعمل مثال كده علشان نفهم الكلام ده. انا هاجي هنا كده على الاكسل واقول مثلا ان انا كان عندي اللي هو السن الواحد ونص بوصه، وعندي الواحد بوصه، وعندي اللي هو الثلاثه على اربعه بوصه، ثلاث اربع بوصه. خلينا نعمل الفورمات بتاع السيلز دي ان هي تكون تكست، هي واحد ونص وثلاث ارباع بوصه، ماشي اللي هي 75 مفيش مشكله. فهنا قلت ان انا النسبه بتاعت الواحد ونص دي انا هاخد منه وانا بعمل الخليط، هاخد منه نسبه مثلا على سبيل المثال يعني نقول 35%، وهاخد من واحد بوصه ده هاخد منه مثلا نقول كام؟ نقول 44 مثلا. طيب عندي تكمله ال 100 بتساوي كام؟ هنقول دي بتساوي 100 ناقص اللي هو 35 و44 يبقى 79، ناقص 79 تمام، هيطلع لي اللي هو هاخد هنا 21% تمام، علشان يبقى المجموع بتاع الخليط 100% تمام. فانا هخلط هاخد من 1.5 بوصه 35، ومن ده 44%، ومن ده 31 علشان اعمل الخلطه بتاعتي، سواء بقى خلطه اسفلت او اجريجيت بسكورس او اي حاجه انا عايز اطلع لها السبيسيفيك جرافيتي اللي هي للتوتال بقى. فبقول مثلا ان انا عملت الواحد ونص بوصه طلع 1.58، وعملت للواحد بوصه طلع 1.62، وعملت للثلاث تربع مثلا طلع 1.64. فانا عايز اجيب السبيسيفيك جرافيتي للمجموعه دي كلها، هعمل ايه؟ قلنا ان الناتج هيساوي واحد على المكون نسبته على 100 في السبيسيفيك جرافيتي. طيب هي النسبه على 100 يعني كام؟ يعني اقول 35 على 100، هو بيقول لي يعني هو في الاخر بيحولها لي الرقم 10، مش انا قلت قبل كده 35% يعني 35 من 100 صح كده؟ فهو لما انا اجي احط كده احط المقام للرقم الاول مثلا، هقول ان المكون الاول اللي واحد بوصه ده هيساوي 35 على 100 تمام، يعني 35 من 100. طيب 35 من 100 مضروبه في الرقم ده مضروب في السبيسيفيك جرافيتي اللي هو 1.58، فطلع 55 من 100. طيب يبقى الموضوع سهل جدا، يبقى انا بقول 1 على النسبه على 100 اللي هي النسبه من 100 اللي هي رقم 10، 35 على 100 يعني 35 من 100، يبقى 35 من 100 في السبيسيفيك جرافيتي على طول، زائد النسبه الثاني رقم 10 في السبيسيفيك جرافيتي بتاعته، زائد الثالث زائد الرابع. يبقى انا هعمل المعادله كده اهو، هقول ان دي هتساوي 1 على
افتح قوس، يبقى انا كده هفتح قوس واقول النسبه اللي هي 35 على 100 مضروبه في السبيسيفيك جرافيتي 1.58، تمام. هقفل القوس ده، تمام، واقول زائد، افتح قوس ثاني وهقول 44 على 100 مضروبه في السبيسيفيك جرافيتي 1.62، واقفل القوس وهقول زائد القيمه الثانيه اللي هي 21 على 100 مضروبه في 1.64، واقفل القوس. ابدا بعد كده اجمع، اشوف انا فاتح كام قوس في الاتجاه ده، فاتح 1 2 3، وانا فاتح كام في الاتجاه ده، 1 2 3، يبقى انا هحط قوس كده في بدايه المقام وقوس في النهايه بتاعته واعمل ده. طيب يبقى انا محتاج ان انا اعمل احط كل بسط كل بسط ومقام في القوس بتاعه علشان تطلع لي القيم المظبوطه. يعني احط المقامات جوه الاقواس بتاعتي، يعني ممكن يعني الواحد يحسبها بقى حاسبه بسيطه جدا يعني في ثواني اهو، واحد طلعت 1.33. هي طبعا يعني هي ممكن هي غالبا هتطلع اعلى من كده، خلينا احسبها كده ايه كل زي ما انا حسبت دي كده اللي هي 0.44 مضروبه في السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها، دي هتساوي مضروبه في دي، تمام، هتطلع. والثالثه هتبقى اللي هي 0.21 مضروبه في السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها، اجمع بقى الثلاثه دول اللي هي هتساوي دي زائد دي زائد دي، هتطلع 1.61. يعني دي كده هي المشكله، الخطا اللي عندي في الاقواس اللي هي الاقواس المتفتحه ديت، يعني هي المفروض تبقى ايه مظبوطه بشكل صحيح. طيب يبقى انا كده ايه جبت السبيسيفيك جرافيتي للمجموع، اللي هو جبت الافريج بتاع المتوسط بتاع السبيسيفيك جرافيتي للخليط اللي هيكون موجود عندي.